وعن دلالات استقالة رئيس أكبر هيئة داعمة للانفصاليين بالبرلمان الأوروبي. نعود مجددا إلى أستاذ محمد بودن المحلل السياسي. أستاذ محمد بودن، ما قراءتكم لهذه الاستقالة وماذا تعني هذه الاستقالة في ظل الانتصارات المغربية المتعلقة بالوحدة الترابية للمملكة، وخصوصا في هذا التوقيت والذي أكد فيه هذا المسؤول الأوروبي أن صراحة أن البوليساريو ارتكبت خطأ استراتيجيا؟ بكل تأكيد الانتصارات الدبلوماسية للمغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس أحدثت اهتزازا في البيئة الاستراتيجية الدولية، وفي الحقيقة غيرت الكثير من الموازين، وبالتالي فلا يمكن لرجل مسؤول في البرلمان الأوروبي أن يستمر في الرهان على قطاع الطرق. السيد شوستر تمكن من مراجعة حساباته في الوقت الصحيح، وهذا قرار يعكس اقتناع المسؤول الأوروبي بأن البقاء للأصلح، وأن دعم البوليساريو بعد تجرؤها على الإرادة الدولية والقرارات الأممية يمثل في الحقيقة هدرا للجهد، وبالتالي هذه الخطوة تمثل تحذيرا وإشارة إلى يعني أن التعامل مع جبهة البوليساريو وتوفير الحاضنة السياسية لها لا يقل خطورة عن دعم جماعة إرهابية. فرئيس هذه الهيئة بطبيعة الحال توصل إلى فهم دقيق للأمور على مستوى موازين القوى في المنطقة، على مستوى الإجراء الذي قامت به المملكة المغربية في معبر القرقرات، ويعني قامت بضمان حقوق المواطنين من مختلف البلدان في غرب إفريقيا، وحق التنقل كما تعلمون هو حق مرتبط أساسا بحق الصحة وحق التعلم وحق العلاج وكذلك حق العمل. ثم أن السيد شوستر في الحقيقة أدرك على أن هناك قصور واضح لدى الكيان الوهمي ومن يدعمه في فهم القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة. شكرا. وبالتالي يمكن القول اليوم الكثيرون اقتنعوا بأن هذه جبهة مسلحة مفلسة أحرقت نفسها وعقد الداعمين لها سينفرط.